من شاهد المباراتين الوديتين الأخيرتين للمنتخب البرتغالي ضد مصر وهولندا توالية يقف على المعاناة الكبيرة التي يشكو منه سلس أو أوروبا على مستوى انسجام وتماسك خط الدفاع. المدرب سانتوس جرب ثنائية العائد رولاندو وألافيس ضد الفراعنة ثم ثنائية رولاندو وفوانتي أمام الطواحين، والنتيجة أداء كارثي وغياب التفاهم والبطء على مستوى التدخلات وتماطل في الرقابة. ورغم أن الاختبارات الودية لا تعكس الوجه الحقيقي في المباريات الرسمية، إلا أن المنتخب البرتغالي خصم الأسود الثاني في المونديال لم يعاني من مشكلة حقيقية في قلب الدفاع، فيصيبه الشرود والتهاون في عدة مناسبات، كما يجد صعوبات جمة في الكرات العرضية والانسلالات عبر الأروقة.